الأسئلة المقبلة بحول الله ابتداء من يوم الجمعة، يوم السبت، كذلك يوم الأحد. سنبقى نشهد نفس الوضعية الجوية، أجواء مشمسة إلى مغشاة جزئيا، رعود موسمية تبقى تنشط خلال الظهيرة نحو المناطق الداخلية، كذلك بأقصى الجنوب هنا احتمال أمطار محلية، أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي ومغشاة جزئيا بالثورة بأقصى الجنوب الغربي ووسط الصحراء، درجة الحرارة تبقى مرتفعة على العموم خاصة بالمناطق الداخلية ووسط الصحراء. نعود إلى يوم الغد على مستوى العاصمة، وقت شروق الشمس بحول الله سيكون في حدود 5:50 والغروب على الساعة 7 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم دائما في أمان الله.